آخر خرجاته. السيد فريد سندين بن شيخ المدير العام الجديد للأمن الوطني، من الإطارات التي يشهد لها بالكفاءة والخبرة في المجال الشرطي تدرج في العديد من المناصب داخل جهاز الأمن الوطني، كان آخرها مراقب عام للشرطة، مفتش جهوي لشرطة الوسط، المدير العام الجديد للأمن الوطني، متحصل على شهادة الدكتوراه دولة في علوم الإجرام من جامعة باريس عام 1991، بالإضافة إلى شهادات في الحقوق والقانون الدولية. فريد زندين بن شيخ المراقب العام للشرطة تدرج في المناصب التالية: مفتش جهوي لشرطة الوسط البليدة، مفتش جهوي لشرطة الجنوب الشرقية وركلة من 2013 إلى 2015، متحصل على شهادة عليا من المعهد العالي للدراسات لوزارة الداخلية الفرنسية سنة 2014، مدير أمن ولاية جيجل من 2011 إلى 2014، مدير الدراسات بديوان المديرين. هنا نحبسه. هذا طبعا المدير العام كما يسموه دي جي اس ال، المدير العام الجديد للبوليس. المدير العام اللي قبله لونيسي هذا طردوه، قالوا باللي انهيت مهامه. يعني انا اتوقع في الغالب لما تكون انهيت مهام في الغالب سنجده في السجن بعد ايام او بعد اسابيع او حتى بعد اشهر. في خلال الحديث عليه اسمعوا مليح هنا هذا المقطع وين توصل. تشتهوي لشرطة الجنوب الشرقية وركلة من 2013 إلى 2015، متحصل على شهادة عليا من المعهد العالي للدراسات لوزارة الداخلية الفرنسية سنة 2000. متحصل على شهادة عليا ممن؟ من المعهد العالي. وش من معهد عالي؟ معهد عالي فرنسي تابع لمن؟ لوزارة الداخلية الفرنسية، مش جامعة فرنسية، ما هوش معهد مستقل، ما هوش معهد دولي خارج بعيد، وزارة الداخلية الفرنسية. اسمع يا من خدعوك بالنوفمبرية والباديسية، اسمع من هو اليوم المدير العام الجديد. يعني من بين الشهادات، أولا دكتورة حصل عليها من باريس، معليش مهم، مش ممكن تحصل الإنسان على من أي جامعة في العالم بما فيها الجامعات الفرنسية، مش مشكل، لكن أن تكون موظف وبرتبة عالية جدا في الشرطة ومن بعد يروح إلى معهد عالي تابع لوزارة الداخلية. وش معناها تابع لوزارة الداخلية؟ معناها تابع للبوليس الفرنسي، معناها تابع للمخابرات الفرنسية، معناها تروح تقرأ عندهم وتأكل عندهم وتشرب عندهم ويعرفوك من الآل الزيت، من الألف للياء. معناها مديري لك البروفيل تاعك. شكون هذون؟ جهة ما كانش عندنا معها مشاكل، ما اليابان هذون؟ لا مش اليابان، ألمانيا؟ لا مش ألمانيا، الطوغو؟ لا مش الطوغو، فرنسا. ولماذا فرنسا؟ ولماذا فرنسا؟ مش راكم مرة تخرجوا خرجات، آخرها خرجت عمار، مش عمار هذا، عمار بالحيمر زعم يشتم في فرانس 24 وينتقد في فرانس 24. مش هذه آخر خرجات على أساس أنها كاين إشكالات؟ ومن حين لآخر تقولون باللي عندكم، باللي أنتم وطنيين وضد الفرنسيس. هاو المسؤولين تاعكم وباعترافكم أنتم، هاو البوليس، رئيس البوليس الجديد اللي يتحكم في 250 ألف شرطي وفي أمن الجزائريين وفي معلومات الجزائريين وفي كل شيء. بوليس عندها معلومات رهيبة على كل جزائري حتى في الخارج. راهو كان عند الفرنسيس، خدموه، قراوه في وزارة الداخلية، في وزارة الداخلية الفرنسية. وكان وزارة الداخلية الفرنسية هذه منظمة خيرية أو منظمة حقوقية أو جامعة، حتى جامعة مستقلة. الحقيقة أعطاونا، أنا مانيش عارف ماضيه، في بعض الناس اللي قالوا أنه من أبشع الناس وأنه ماضيه سيء جدا،
سنبحث في هذا، والآن المصادر نتاعنا راح تبعث لنا كل التفاصيل بإذن الله، ثم نبدي فيه رأيي. لكن فقط كونه عندما كان مفتش كبير في الشرطة، مسؤول كبير في الشرطة، يعني أحد العشرة الأوائل تقريبا، راح ودار تكوين في وزارة الداخلية الفرنسية، فهذا في حد ذاته يضربهم في العمق ويكسر البروباغندا اللي من حين لآخر يحبوا يتلاعبوا فيها. كما هذا الإمام اللي قلت لكم عليه قبل قليل، قال لك الدولة المدنية حبتها فرنسا. يو كنت عارف وش حبة فرنسا. فرنسا راهي وش حباته راهي دايراته، وهو حكم استعماري بالوكالة. واللي راك تقدس فيهم يا إمام، يا من تسمى إمام، يا من تصعدون المنابر وتقدسون هذه العصابات وتزعمون أنها ضد فرنسا، فأنتم تكذبون على أنفسكم، وتكذبون على المصلين، وتكذبون على الله، وتكذبون على الناس، وهذا كذب عظيم، كذب عظيم. هؤلاء والله ما يبقوا بضعة أيام لولا الدعم الفرنسي اللي يراه الناس واللي ما يراهش أكثر مما يراه. إذن سنتابع أمر هذا البوليس الجديد. هذا الآخر كلينيكس خدموا به بالمناسبة باش تعرف أي بلد، باش تعرف إذا كان هذا البلد متوتر وأحواله سيئة أم لا، تشوف الناس شحال تقعد في المناصب. عندما كانوا متحكمين في الأوضاع ومسيطرين عليها قبل سنوات مضت، عفوا إخواني، عندما كانوا متحكمين في الأوضاع مثلا عبد الغني الهامل قعد من 2010 إلى 2018 وهو المدير العام للبوليس. اللي قبله اللي اغتيل في فبراير 2010 علي تونسي قعد من 94 إلى 2010، 16 سنة. واللي خلفه واللي بعده 8 سنوات. الآن منذ عبد الغني الهامل، سقط عبد الغني الهامل في 2018، جابوا واحد سموه قارة أبو هدى، سقط. جابوا لونيسي، سقط. وهم جابوا هذا الرابع، وأعتقد في واحد آخر أيضا جابوه ما بين قارة أبو هدى والهامل، ربما كان لفترة بشكل مؤقت. يعني أقل شيء أربعة رؤساء للبوليس في ظرف أقل من 3 سنوات، من جوان 2018 رانا في مارس 2021، أقل من 3 سنوات. مما يعني ليس فقط الصراع في الهرم، ولكن أيضا أنهم مش قادرين يتحكموا في الأوضاع. وكما يتقدروش يتحكموا في الأوضاع ويشوفوا تكبر بيناتهم الأخطاء والخصومات والصراعات، يبدأوا كل مرة طيح هذا، دي هذا، جيب هذا، وهذا مؤشر رئيسي على عدم الاستقرار الكبير في هرم السلطة.